بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عارفين هي إيه هي الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. ما كان عيسى إلا كلمة نارت الدنيا بالكلمات، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بكلمات الحق لينير بها الدنيا. أعزائي المشاهدين، صباح الخير وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج بين الكلمات. برنامجنا مش سياسي، مش ثقافي، مش رياضي، مش فني، مش اقتصادي. البرنامج شامل كل ده. هنعرض على حضراتكم خلال فقرات البرنامج أكتر من فقرة ومفاجآت طول حلقات البرنامج إن شاء الله. هناخد فاصل ونرجع مع أولى فقرات برنامجنا برنامج بين الكلمات. ورجعنا بعد الفاصل، ومحدش يقدر ينكر إن الكلمة ممكن تكون سبب في إنجاز، وفي نفس الوقت ممكن تكون سبب في أذية شخص، وممكن الكلمة تكون سبب في نجاة شخص، وممكن تكون سبب في نهاية شخص. وعشان كده نتكلم عن أهمية الكلمة، كان لازم نتكلم عن الكلمة من الناحية الدينية. ومعانا أحد رجال الدين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد عيسى من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. سعيد بوجودك والله معنا النهاردة. أنا أسعد يا فندم. في البداية يا دكتور، كلمنا عن أهمية الكلمة وأثرها. الحمد لله الذي أنعم، والصلاة على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الكلمة نستطيع أن نقول أنها أمانة. الكلمة لها أهمية كبيرة في الدين الإسلامي الحنيف. الكلمة قد تدخل الإنسان الجنة، وقد تهوي به في النار. قد ترفع الكلمة الإنسان في الجنة درجات، وقد تهوي به في النار دركات. سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار دركات. الإنسان قد يتكلم الكلمة ولا يدري عاقبة الكلمة التي نطق بها. الإنسان قد يعتدي على أخيه الإنسان ويقول له مثلا: يا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني أنا لو قلت للإنسان قدامي يا كافر، وهو إنسان مسلم، أنا لا أتعدى على أحد ولا أعتدي على أحد. ونقطة دي فعلا الفترة الحالية اللي احنا فيها كترت جدا الموضوع ده. نجد كثير من الناس يكفر هذا ذاك ويسب هذا ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالبذيء ولا بالفاحش. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمنا أن الطعن مشهور أنه يكون بالسيف أو بشيء حاد، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الكلمة قد تكون طعن. الكلمة التي ينطق بها الإنسان قد تكون طعن، وتسبب جرحا للإنسان الذي يسمعها، ليس جرحا حسي ولكنه جرح معنوي قد لا يندمل وقد لا يبرأ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الكلام الطيب، وكان يقول: الكلمة الطيبة صدقة. هذا هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تأديبنا وفي تهذيب ألسنتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان بهذه الكلمة قد تقوم بها حروب. الكلمة التي يطق بها الإنسان قد تسبب في حروب تدوم لسنوات طويلة. الكلمة الواحدة يستحل بها الإنسان ما حرم الله. يعني الإنسان لما يروح يتزوج بيتزوج التي يتزوجها بكلمة: زوجتك موكلتي، يقول: قبلت الزواج. وقد ينفصل عن زوجته بكلمة. إذا قال: لا أنت طالق، انفصلت عنه زوجته. صحيح. احنا بنتحدث عن أهمية الكلمة. إيه الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ الإنسان عندما يتكلم بالكلمة، فالكلمة في ديننا الحنيف هي نوعان: كلمة طيبة وكلمة خبيثة. الكلمة الطيبة نستطيع أن نقول أنها سفير للقلب. الإنسان إذا ما تحدث مع أخيه بكلمة طيبة يجعل الإنسان يستأثر قلبه. يعني أنا لو قابلت حد الصبح ولقيته كده بقول له كلمة طيبة، يقول لك: ده الراجل ده أنا ما أعرفوش، بس هو بيكلمني بطريقة خلاه يعني بقى أقرب لي من أي أخ. فالكلمة الطيبة كما قال الله سبحانه وتعالى:
ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه هي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ينال الإنسان بها أعلى الدرجات في الجنة. أما الكلمة الخبيثة والعياذ بالله تدمر الإنسان وتؤذي كل من تمر عليه. تؤذي أولا الذي يتكلم بها، الذي يتكلم بالكلام السيء أو بالكلمة الخبيثة هو أول الناس الذين يتحقق فيهم أذية هذه الكلمة، وتؤذي أيضا من يستمع إلى هذه الكلمة، وتؤذي من تمر عليه هذه الكلمة الخبيثة. روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بيعرفنا بيقول كان هناك رجلان أخوين أو متآخيين في بني إسرائيل، اثنين كانوا إخوات في بني إسرائيل، أحدهما مجتهد في العبادة، إنسان يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، والآخر مقصر أو مذنب، واحد بيطيع ربنا واحد مذنب. فالإنسان الطائع يمر بأخيه المذنب فيقول له تب أو أقصر في عملك، تب أو أقصر في عملك، كل ما يراه على معصية يقول له إيه أقصر في عملك. وفي مرة رآه على ذنب أو معصية فقال له أقصر في عملك، يعني بطل السيئات والذنوب اللي أنت بتعملها وإلا فإن الله لا يغفر لك. فقال له الرجل المذنب، قال له أبعثت علي رقيبا؟ أنت ما بعثت علي رقيب، أنت حاكم علي، أمر إلى الله سبحانه وتعالى. فقبض الله روحهما، ربنا سبحانه وتعالى قبض روح هذين الشخصين فأتى بهما وأوقفهما بين يديه سبحانه وتعالى وقال للطائعي أكنت تملك ما في يدي؟ أنت تقدر تملك اللي في يد ربنا سبحانه وتعالى عشان تقول للإنسان تقول للإنسان أن أنت هتخش النار أو هتدخل الجنة أو أي شيء من هذا القبيل؟ لا طبعا. فقال الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الطائع رغم طاعته، قال لملائكته اذهبوا به فأدخلوه النار، وقال للمذنب ادخل الجنة برحمته. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه راوي الحديث يقول كلمة واحدة قالها عابد أو طائع لله سبحانه وتعالى أوبقت عليه دنياه وآخرته، نغصت عليه حياة الدنيا ونغصت عليه في الآخرة بذهابه إلى النار. كان هناك أيضا عبدا حبشيا وكان يخدم سيده، وفي ذات يوم سيده أمره بأن يذبح له شاة، قال له روح اذبح لنا شاه، فذبح الشاه وأتى بها إلى سيده، فقال له سيده ائتني بأطيب مضغتين، أجمل حاجتين في الشاة دي هاتهم لي. فراح جر العبد وأتى بالقلب واللسان، جاله بالقلب واللسان، فقال له سيده أما وجدت شيئا أطيب من هذين؟ ما فيش أي حاجة أحسن من الحاجتين دول. قال والله ما في الشاة أطيب من هذين. ثم مكث فترة وقال له يا غلام اذبح لنا شاة، بعد فترة قال له اذبح لنا شاة تاني، فذبح له شاة وقال له ائتني بأخبث مضغتين، أكتر حاجتين سيئتين في الشاة هاتهم لي أو ألقهما بعيدا. فألقى باللسان وبالقلب، فتعجب سيده، الرجل استعجب، أنا بقول لك مرة هات لي أطيب حاجتين تجيب لي القلب واللسان، وتاني مرة أقول لك هات لي أسوأ حاجتين وأخبث حاجتين تقول لي تجيب لي القلب واللسان. فقال له، قال العبد لسيده يا سيدي هذان العضوان اللي هو القلب واللسان إذا طاب فما أطيبهما؟ لو الإنسان كان قلبه طيب أو قلبه فيه خير ولسانه طيب فما فيش أطيب من كده، يعني ما فيش حاجة أجمل من كده، وإذا خبث فما أخبث منهما. تمام يا شيخ. طبعا زي ما حضرتك قلت اللسان هو أسوأ عدو الإنسان أو صحيح. أسوأ عدو لو استغلناه خطأ. ثواب من يمسك لسانه عن الحرام أو الكلمة الخبيثة؟ ده أمر عظيم جدا. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يا رسول الله أنا عايز عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت عن عظيم، أنت سألت عن حاجة عظيمة جدا ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أنت سألت عن حاجة صعبة جدا وشقة جدا لكنها تكون يسيرة على من يسره الله تعالى عليه. فقال له يا معاذ تعبد الله لا تشرك به شيئا، أول حاجة تعملها أن أنت توحد الله سبحانه وتعالى وتقيم الصلاة تؤدي الصلوات في وقتها وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له كده النبي عليه الصلاة والسلام وسكت؟ لا، قال له حاجة تانية. قال له يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وذروة سنامه، أخبرك عن أجمل حاجة؟ قال بلى يا رسول الله.
قال: رأس الأمر الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، والصدقة تطفئ غضب الرب أو تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة اللي الإنسان بيتصدقها تطفئ غضب ربنا أو تطفئ الخطيئة، الذنب اللي هو عمل، يعني تكفر عن سيئاته وعن ذنبه كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، الشاهد بقى في اللي احنا بنتكلم فيه، قال له: لا أخبرك بملاك ذلك كله، الحاجة اللي أفضل من ده كله وأحسن من ده كله تعمل إيه؟ فقلت: بلى يا رسول الله، يعني الصيام ممكن يكون صعب على الإنسان أو الجهاد أو الأعمال دي شق على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، مسك لسانه وقال له: يا معاذ، سكلتك أمك. سيدنا معاذ بيسأل النبي يقول: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتحدث به، إحنا بنتحاسب على اللي إحنا بنتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، سكلتك أمك، وهل يكب الناس أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الناس دي كلها بتدخل النار من إيه؟ غير من الكلام اللي هم بيتكلموه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، اللسان والفرج، هذين الأمرين أو هذان الأمران هما اللذان أكثر ما يدخل الناس بهم النار. لا فعلا اللسان لازم نتجنب اللسان ونعرف احنا بنقول ايه قبل ما نتكلم، لان اللسان اكبر عدو فعلا زي ما ذكرت سابقا، اكبر عدو للانسان. طب وصيت حضرتك ونصيحتك للمشاهدين انه ازاي يتجنبوا الوقوع في مخاطر اللسان؟ احنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام القدوة الحسنة. الصحابة الكرام كانوا يمسكون لسانهم بكثرة الذكر. انا بدل ما اقعد في قعدة يكون فيها غيبة او نميمة او اجلس مع نفسي وانم في الناس واغتاب الناس، اذكر الله سبحانه وتعالى، اتعلم قراءة القرآن. انا لو شغلت نفسي بعمل طائع خلاص القلب لن يكون فيه مكان للعمل السيء، وبذلك احفظ لساني. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان بيعمل حاجه عجيبه جدا عشان خاطر يمسك لسانه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رايت ابا بكر الصديق ذات يوم يضع حصاه على لسانه. سيدنا عمر شاف سيدنا ابو بكر مسك حصاه صغيره وحطها تحت لسانه، فقال له: ما تفعل يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال: يا عمر، هذا الذي اوردني الموارد، اللسان ده هو السبب في كل أي حاجة، أي مصيبة أو أي مشكلة الإنسان ممكن يدخل فيها. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما رأيت شيئا أحوج إلى طول سجن من اللسان. أنا ما شفتش أي حاجة تحتاج إلى سجن طويل مثل اللسان. لذلك كان بعض السلف يذهب دائما ويجلس في المقابر طول حياته أو أغلب فتراته قاعد في المقابر، فالناس استعجبت منه بيقول: انت بتعمل كده ايه اللي بيخليك تقعد في المقابر؟ قال: اني اجلس مع قوم اذا جلست معهم لا يؤذونني، انا لو قعدت معهم مش بيؤذوني. لان احنا دلوقتي ممكن تبقى قاعد مع صديقك او حد مقرب منك وانتوا بتتكلموا تلاقيه بيهزر معاك، بيقلش عليك في الكلام، حاجه كده بتحس الانسان بيحس باذى نفسي حتى لو ما ظهرش ده عليه، لكن هو بيبقى ايه، تاذى من الكلمه طبعا الغير طيبه. يقول: اذا جلست معهم لا يؤذونني، واذا غبت عنهم لا يغتابونني. احنا للاسف يعني الا ما رحم الله سبحانه وتعالى نبقى قاعدين مع بعض، قاعدين بناكل ونشرب مع بعض، ده وده صح. ده اللي بيحصل فعلا، بنأذي في الناس. واول ما امشي ممكن او اي حد من اللي قاعدين يمشوا تلاقي اللي قاعدين معاه وقاعدين بيتكلموا معاه يجيبوا سيرته ويغتابوه. فلذلك هذا الصالح كان يقول: اجلس مع قوم اللي هم الاموات يعني في المقابر، اذا جلست معهم لا يؤذونني، واذا غبت عنهم لا يغتابونني. اشكرك يا شيخ، كنت منورنا النهارده وكنا سعيدين بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله نورتنا. والله انا اسف يعني بتاسف الفقره خلصت، انا حزين والله جدا. ان شاء الله يكون ليك زور معنا تاني ان شاء الله فقرتنا باذن الله دي، وان شاء الله مع الفقره الثانيه من برنامج بين الكلمات. ورجعنا بعد الفاصل وبنرحب بيكم، وزي ما اتكلمنا مع فضيله الشيخ محمد عيسى من ناحيه دينيه عن الكلمه من ناحيه دينيه، لا شك ان مجال الاعلام والصحافه ممكن يكون سلبي او ايجابي من ناحيه الكلمه. ومعانا النهارده رئيس مجلس اداره جريده في البلد استاذ عدير اشرف، ونائب رئيس مجلس اداره جريده في البلد استاذ علي فوزي. اهلا بك. اهلا بك، منورنا، سعيد بوجودك معانا النهارده. انا اكتر والله.
استاذ عدير، نبدا باستاذ عدير. اهميه كلمينا على اهميه الكلمه من ناحيه الصحافه. تمام. هي اولا الكلمه في مجالنا احنا خصوصا، انا لو قلت كلمه هتفرق معايا جدا جدا جدا، لاني ممكن اقول كلمه تطلعني فوق، ممكن اقول كلمه في مجالنا احنا تخسف بينا الارض. تمام. فاحنا كمجال صحافه الكلمه قبل ما بنقولها بنبقى عارفين طبعا هي رايحه فين وجايه منين وموجهه لمين. تمام. فبنكون واخدين بالنا كويس جدا جدا من الكلام اللي احنا بنقوله. تمام. وكمان المصادر اللي بتجيلنا منها الكلمات، اولا احنا يعني بس مش بننشر الحاجه زي ما بتجيلنا، ولكن لازم نتاكد اولا من المصدر والهدف كمان اللي المصدر قايله، هل ده هيدي صدى معايا ولا مش هيدي. وانا لما مثلا باجي انشر حاجه، هل انا باخدها مثلا من المحرر على طول وبنشرها ولا لازم تتاكدي من الخبر؟ ايوه طبعا لازم، عشان اشوف المصداقيه بتاعته والهدف بتاعه والرساله اللي انا اصلا مطلعه الخبر بتاعها عشان يعني. استاذ علي اهلا بك. اهلا وسهلا بك. الاشاعات منتشره بفتره يعني بشكل كبير قوي الفتره دي من ناحيه الاعلام والصحافه، وكمان الصحافه الصفراء اللي بتنشر الاشاعات اللي بتضر في البلد او بتضر المواضيع عموما. يعني ايه ردك على الاشاعات اللي بتنتشر الفتره دي من خلال على اخبار البلد، على سواء سمعه البلد؟ بص حضرتك يا استاذ يوسف، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم حوالين الاشاعات دي بشكل كبير جدا، وعملنا برضو قامت بعض المؤتمرات وبعض الفعاليات بشكل كبير قوي 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 بتقول حوالين ازاي نرد على الاشاعات. الاشاعه يا جماعه بدأ من زمان قوي قوي، وبدأت هي مع حروب الجيل الرابع، واحنا زي ما بنشوف مثلا بتبدأ تهدم دول. يعني حضرتك يا استاذ يوسف لو رجعنا شويه للزمن ورا، سبب تدمير العراق كان اشاعات، واحنا دلوقتي برضو لو احنا ماشيين دلوقتي هما بيحاولوا بره من خلال الاشاعات هدم الدوله المصريه. فالرئيس بيأكد يا جماعه بعد اذنكم احنا بنتحارب من بره والناس بتصدق جوه، فعندي حرب داخليه وحرب خارجيه، فانا لازم يبقى عندي صدق المعلومه. عشان كده الرئيس بيأكد بدور الاعلام باستمرار حوالين الدور الاعلامي في حوالين الرد على تلك الاشاعات. فطبعا مجلس الوزراء عمل عنده المركز للمعلومات للرد على الاشاعات، وطبعا بيطلع باي اشاعات على طول، وبدا بالرد عليها بشكل كويس جدا جدا، ودي حاجه جميله، وده حاجه ايجابيه جدا كانت مش موجوده خالص في الحكومات. مع تطور التكنولوجي بدا الاشاعات بتنتشر بشكل كبير، وبدا ياخد اي كلام يتقال. يعني حضرتك مثلا لو احنا بصينا بشكل بسيط قوي، احنا ممكن نسوق سمعه حد بشويه اشاعات، بخبر واحد، بكلمه بسيطه جدا، كلمه يبقى كلمه تدمر، يعني كلمه واحده ممكن ندمر البلد كلها. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيقول لي نتحرى المعلومه. عشان كده ده اللي بيخلي بناخد حاليا في الصحافه او الشغل الصحفي البيانات المؤكده من المصادر الموثوق بيها، مش اي حد باخد عنه كلام، لان ممكن بيحارب الدوله. يعني هو ممكن بيحارب الدوله واحنا ما نعرفش، فلازم نتحرى المعلومه بشكل كبير. فاحنا طبعا برضو في جريده في البلد بنحاول برضو نتحرى، بنحاول نرد لو في اي اشاعات، بنحاول نتاكد من المصادر. وفعلا برضو في نفس المعلومات بتاعت الاشاعات كان في برضو جريده في البلد تعرضت للاشاعات لفتره كبيره جدا جدا. يعني ايه ردك على الاشاعات؟ بص حضرتك احنا طبعا ردينا بشكل كبير جدا على تلك الاشاعات من خلال الويب سايت الخاص بينا، من خلال البيج الخاص بينا، من خلال الجورنال الخاص بينا، من خلال بعض الزملاء الموجودين اذا كان في نقابه الصحفيين، اذا كان في مجال الصحافه بشكل كبير، في مجال الاعلام، عشان نرد. اولا بنرد ليه يا استاذ يوسف؟ بنرد اولا ده احنا جريده شبابيه، فجريده يعتبر مش بقالنا في السوق كمية كبيرة جدا او مدة طويلة جدا، لا ده احنا لسه جريدة شبابية يعتبر من الجرائد الصاعدة في المجال الصحفي. فاحنا يعتبر اول، مش هقول اول جريدة عشان اول جريدة دي يبقى صعب قوي، لا يعني اول جريدة تاخد الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده، فبفضل ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا رضينا بكل حزم. ليه بكل حزم؟ عشان احنا عندنا كل اللي معانا الاوراق الرسميه بتاعتنا، معانا كل الموافقات والجهات، اذا كان المجلس الاعلى، اذا كان الرقابه، جهاز المطبوعات والنشر، الاجهزه الدوله كافه، فاحنا مش خايفين من حاجه خالص. معانا حتى اعضاء نقابه صحفيين داخل المؤسسه، معانا توثيق وزاره الخارجيه برضه في الترخيص بتاعنا، احنا ترخيصنا اجنبي وجاي من لندن، ومعايا توثيق الخارجيه المصريه.
جميل. لا وكمان يعني بشد على اداء الحكومه والنقابه نقابه الصحفيين في اهتمام كبير بالصحفيين الفتره دي عن زمان عن قبل ثوره 30 يونيو و25 يناير بفتره كبيره. هي حقيقه طبعا احب يعني سياده النقيب ضياء رشوان ده يعني عايز اقول لحضرتك هو عمل طفره في نقابة الصحفيين. طبعا من محبين أستاذ ضياء جدا جدا لأن هو ليه مع الدولة المصرية دور مهم قوي إذا كان في 30/6 إذا كان الحقيقة دلوقتي في نقابة الصحفيين بيحاول سيادة النقيب أن يسعى في خدمة الصحفيين وفي نفس الوقت يكون مع الدولة المصرية مش زي الأول. أستاذ يوسف أنا مش بهاجم وخلاص مش بهاجم لأن الدولة ما تستحملش. يعني إحنا النهاردة بنحارب زي ما الرئيس كان طالع من 3 أيام في المؤتمر الخاص بيه فالنهارده بيقول انا بحارب من جوه بره. احنا هنروح حرب كبيره جدا اذا كان الاعلام المصري والصحافه المصريه مش مع الدوله دلوقتي صح. هتبقى مع فلازم احنا الصحافه بشكل كبير جدا هي بتحاول تقف مع الدوله المصريه عشان الوقت صعب. واللي مش هيقف مع الدوله او هيقف مع بلده هيقف مع مين؟ زي حضرتك ما بتقول كده لازم اقف مع الدوله بشكل كبير جدا جدا. يعني عشان كده احنا الجرايد اللي بتقف مع الدوله بتبدا حتى تحارب من الخارج. يعني حضرتك زي ما بتقول كده انتوا توجهتوا لاشاعات. حضرتك دي توجهنا ليه؟ لان احنا مع الدوله وبنحاول نكون خصوصا يعني الحاجات اللي احنا بنعملها فهم شايفين ان احنا سننا صغير وبنعمل حاجات يعني ده انتوا بتعملوها كده فيك. انا بس يعني عايزه اقول حاجه بخصوص طبعا الشائعات اللي حضرتك اتكلمت عنها وانها كلمه مش اي حد هيقول كلمه هنصدقها او على جريده في البلد بالخصوص لو اي حد عايز يقول اي حاجه بدل ما يقولها والناس تصدقها لا يجي يسالنا واحنا هنجاوبه يعني بسهوله. هي والله يعني انا مش يعني مش خبي عليه. عايز ترخيص انا معايا ترخيص, عايز توثيق معايا توثيق, عايز عدد انا معايا عدد, انا معايا كل حاجه. ايوه طبعا اصل بص يعني انا واحده من الناس اشتغلت في كذا مكان تمام وكان في المرخص وفي لا وفي الحكومي في لا. اشتغلت في الاهرام ونزلت تدريب في الاهرام ونزلت في اماكن تانية بدون ذكر اسماء طبعا ولكن طلع كلها مش مرخصه. فيعني اللي عاوز يسال يجي يقول لي بدل ما اسمع كلام علينا وتضرب في السمعه. كلمه زي ما قلت لحضرتك ممكن تقول ايه يعني يا فوق يا تحت. وانت بخصوص ان انت لسه بادئ ماشي يعني احنا لسه بادئين فلما حد هيقول علينا كلمه ضربتنا يعني يعني عاوزين يعرفوا حاجه يجوا يسالونا والله واحنا هنجاوب عشان خلي سؤال هو يا جماعه والله الموضوع بسهوله وما فيهوش اي حاجه خالص قوي بسهوله. عايزين تسالوا تعالوا لهم قربوا علينا واحنا تعالوا هيقول لكم هنقول لكم. المواقع الالكترونيه يا استاذ هدير, المواقع الالكترونيه والمعروفه باسم تحت السلم بمعنى الصح جريده الصفراء, كيف تؤثر بالسلب على الاعلام؟ بص يعني كترت كتير جدا تمام ودلوقتي برضو الجهاز طبعا تبعنا او تبع الجرايد الخاصه يعني ما شاء الله عليهم بقوا في رقابه جيده جدا 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 على المواقع الالكترونيه. يعني اي جريده خاصه دلوقتي بقى ليها موقع الكتروني تمام فبياخد منك اللينك بتاعه وبرضو بيتابعه. ففي ناس مش مرخصه فبالتالي زي ما حضرتك قلت الجرايد الصفراء او اللي تحت السلم ما عليهاش رقابه فبينزلوا اي حاجه هم عايزينها فبالتالي بيأثر على علينا كلنا. وخصوصا ان دلوقتي الصحافه الالكترونيه بالذات في تطور كبير جدا جدا فيها فبتنزل على السوشيال ميديا بسرعه البرق فاي حاجه بتنزل الناس كلها بتصدقها واي حاجه فيك بتلاقيها بتجيب نسب مشاهده او فيو عالي لو جدا. كمان لو خبر او حاجه اشاعه لا لو بتهاجم يعني البلد او بتهاجم الدوله دي بتصدق اي حاجه هي اي حاجه اصلا بتنزل بتصدق. طب انت ما بصيتش اصلا المصدر ده هل هو العنوان ما بيبصوش مش مهم مين منزل الاسم اللي منزل ده او الموقع اللي منزل اسمه ايه او هو مين او اصلا ايه اصله لا هم بيشوفوا العنوان. انا بشوف العنوان زي ما حضرتك قلت كده العنوان ده نازل عن كذا 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 فانا بفتح اللينك بشوف اللي جواه انا خلاص صدقته من غير اصلا ما يبقى عندي خلفيه ولا دور وراه. وتلاقي موقع واحد يعني بعيدا عن اي كله موقع كله يعني بيشوف من بعده ماشي يعني هي خصوصا المواقع اصلا شغل موقع ايه حضرتك نزلت حاجه فانا جيت انا كموقع او كجريده فبشوفها مثلا حد زيي او احنا ككيان يعني ككيان واحد مش مثلا بنشوفه وخلاص بناخده وننزله لا بنتاكد منه بالفعل. انا مثلا برجع للمصادر اللي معايا مثلا المصدر جالي من وزاره هل فعلا الوزاره نزلت البيان ده او نزلت الخبر ده او لا فبتاكد. لكن اي حد تاني
بيفتح اللينك وخلاص انا شفت الخبر او شفت الحاجه اللي نازله، مش مشكله اتاكد بقى من مصدرها، المهم ان انا صدقتها. ده للاسف فده بيعود بالسلب اصلا. اي طبعا يعني بيعود بالسلب على اي حاجه بقى، والسوشيال ميديا طبعا كلنا عارفين السوشيال ميديا وال يعني الكلمات والكلام ده كله الاشاعه، مجرد اي كلمه تتقال عن الدوله او عن اي طبعا شخص معين مشهور او بيعمل خير او الكلام ده كله بتصدق ليه؟ عشان يعني بيبقى عندها استعداد، او في بعض الاشخاص بيبقى عندهم استعداد انهم ياخدوا الكلمه على الشخص ده، هم بيبقى متربصين له بالمعنى الاصح. للاسف استاذ علي هنتكلم في نفس الموضوع برضو، في ناس بتنشر اشاعات على اشخاص مثلا زي الرئيس او اي شخص بيعمل عمل خير او شخص ماشي صحيح يعني سليم. تقول ايه الشخص الاشخاص اللي بيشوفوا او كارهين اعداء يعني اعداء الوطن او الكلام ده كله اللي بينشروا الاشاعات وبيصدقوها؟ بص حضرتك استاذ يوسف، بما اننا بنتكلم على رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اولا جريده في البلد كانت يعتبر النهارده هي من الجرايد الاولى، مش هنقول لا الاولى بجد. الرئيس كان لسه ما اقول لحضرتك كان له مؤتمر اللي اخر مؤتمر ليه، وقال والله احنا انا مش هشتغل بجد، مش عاوزيني همشي. لا احنا بنقول للرئيس لا ما تمشيش. ليه؟ بنقول لحضرته احنا عاملين حاجه اسمها في الجريده نزل العدد بتاع مستقبل البلد في شهر 9 ده، عاملين حاجه اسمها صفحه مستقبل البلد. مستقبل البلد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. حجم الانجازات يا استاذ يوسف اللي جات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ما جاش فيها رئيس مصر. أكيد. ليه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده حاكم مصر بقاله 2282 يوم بتاريخ النهارده. تمام؟ حاسبهم طبعا. فالنهارده يا استاذ يوسف نحسب حجم الانجازات. اشتغل قد ايه؟ مسك قد المده؟ عمل انجازات قد ايه؟ لا انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عملها بكل حقيقه ما فيش رئيس جه عملها في نفس المده. فالنهارده قنوات الاخوان الارهابيه بره بتحاول تضعف عزيمه الدوله المصريه، فبتطلع بعض الاشاعات على الرئيس اني لا والله ده بيعمل حاجات ملهاش لازمه، ده بيعمل كباري ملهاش لازمه، لا ده بيعمل مش عارف مزارع سمكيه ملهاش لازمه. حضرتك لو رجعنا للماضي شويه كان بيقول للرئيس ده بيجيب اسلحه ليه؟ حضرتك دلوقتي شوف المنطقه، لو ما جبناش تلك الاسلحه كنا حقنا في حق المائي والحق في الدفاع عن النفس كان انهار خالص. فالرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه خطه استراتيجيه، ولكن الرئيس مش بيفكر النهارده يا استاذ يوسف، الرئيس للمستقبل. عشان كده احنا قلنا السيسي هو مستقبل البلد. صحيح. تمام؟ فالنهارده لا عايز اقول لحضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل انجازات ما فيش حد عملها. حقيقي واحنا دلوقتي الجيش المصري اقوى جيش عربي حاليا. يعني احنا ده يعني بقول لحضرتك احنا مش بنزايد، لا ده موجودين. عشان مثلا لا ما بيصدقوش مثلا البيانات الحكوميه، ما بيصدقوش الكلام ده كله، لا اقول لحضرتك ده بيانات اوروبيه وامريكيه فبيصدقوا اللي بره، ما بيصدقوش اللي جوه. لا في مثلا ممكن ضغط على المواطن، فالرئيس قال يا جماعه قال انا جاي عشان اصلحها فتصبر معايا. تمام؟ فهيجيب منين؟ لازم نظبطها مع البلد، لازم البلد كلها تستحمل شويه مع بعض عشان نبدا يبقى الفتره الجايه ان شاء الله في رخاء على المشروعات القوميه اللي بيقوم بها الرئيس عشان تبدا فيها الحصاد. يعني احنا لسه بدانا في الزرع في الحصاد. يعني حضرتك احنا دلوقتي عندنا اكتفاء في بعض الاشياء في المحاصيل الزراعيه. منين حضرتك شوف مدى الصوبب الزراعيه اللي اتعملت، برضو اكتفاء في الاسماك، شوف الحاجات المشروعات والمزارع السمكيه اللي اتعملت الرئيس عملها. يعني احنا مش بنقول والله كلامه خلاص، لا حضرتك انزل وشوف شغل بجد. عاوز مش مصدق الحكومه، لا انزل حضرتك شوف بنفسك في المكان اللي هم بيقولوا فيه هتلاقي فعليا. تمام؟ فهو الرئيس حتى زي ما بقول لحضرتك يعني وبناشد للسادة المواطنين، لا حضرتك بعد إذنك زي ما الرئيس بيقول والله على مخالفات البناء لا التزم التزم. يعني أنا أقول لحضرتك يا أستاذ يوسف أنا كنت قاعد طبعا عشان متولي ملف الزراعة داخل جريدة في البلد، فكنت قاعد مع بعض المزارعين وبرضو خلي الكنترول يعرض لنا الجريدة موقع الجريدة يعني جريدة في البلد، فكان بعض المزارعين قال لي قرار الرئيس في عدم البناء والله ده قرار صح. بقول له ليه؟ قال لي عشان النهارده كانت ارض الزراعه بتتاكل خالص، فالنهارده عمل تحجيم فعليا يا استاذ يوسف. الارض اللي عندنا ارض خصبه، تمام؟ فالنهارده هو بياكل الارض الخصبه. عايز تبني؟ الرئيس برضه قال لك الحل والله المحافظه هنخصص لك اماكن للبناء فيها. فنلتزم يا جماعه شويه عشان مش يعني مصلحتك الشخصيه، لا عشان مصلحه الجميع. فحضرتك برضو الانتقادات على مشروع او حد بينتقد الرئيس
او بيزايد على شغله او يعني بيحب يعمل مزايدات. لا حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي جه زي ما بقول لحضرتك، لا نحسب ونشوف المشروعات القوميه اللي اتعملت وبناء عليه هتشوف الايه كميه هائله من المشروعات الفتره اللي فاتت دي وصعوبات يا فندم. يعني انت بتقولي انت ده داخلي، طب خارجي احنا نشوف ليبيا، احنا بنسعى للخارج لا نشوف ليبيا، نشوف العراق، نشوف سوريا وصلوا لفين دلوقتي. الرئيس برضو حاول بيحل المشاكل العربية لعودة القومية العربية او الرباط العربي مرة تانية. فعندنا اخر حاجة الرئيس عملها بالتعاون مع الاردن ودولة العراق هو مشروع العراق العظيم اللي هو يبدأ ان شاء الله باذن الله يتنفذ ويعود علينا وعلى العراق في المقام الاول بخير عشان ترجع العراق زي الاول. ده مشروع عظيم جدا داخل، يعني احنا داخلين على مشروع عظيم وداخلين على عروبه قويه جدا، وان شاء الله هنسترد العراق تسترد اهلها وسوريا، وان شاء الله فلسطين واهل فلسطين، وان شاء الله نرجع عروبتنا تاني كالاول باذن الله. استاذ يوسف، استاذ هدير، كلمينا عن رؤى وخطط الجريده للمستقبل. طب ليه طيب؟ بس والله يعني هو احنا بنعمل كل اللي بنقدر عليه عشان نكون اسم اولا، تمام، وعشان نفسنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا كلنا شباب، كلنا صغيرين، فكلنا عندنا احلام اللي احنا ما لقيناهوش في الجرايد الكبيره، تمام، فبنحاول ان احنا نعمله بنفسنا، وده ان شاء الله اللي احنا بنسعى عليه ان احنا نكون حاجه باذن الله. باذن الله. استاذ علي، وجه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمنتقدي أو منشري الإشاعات. أولاً إحنا زي ما بقول لحضرتك، إحنا يعني عاوز أقول لحضرتك إحنا اتكلمنا، يعني مش أنا اللي هتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات الرئيس اللي هتتكلم صح بنفسه، تمام؟ عشان كده أنا بقول لا، الرئيس إحنا معاك وكمل، وشباب مصر كلهم معاك، تمام؟ لو في بعض رافض شوية، لا حضرتك بص للمستقبل هتلاقي ان شاء الله خير. يعني حضرتك يا استاذ يوسف النهارده شوف الجامعات الاهليه اللي فتحت جديده بالاستراتيجيه الجديده، يعني ده كله بيصب في مصلحه مين؟ الدوله، مش الرئيس بس، في الدوله كلها. الرئيس هيمشي في يوم، في 10، في 20، هو بيقول كده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا مش هفضل طول العمر، تمام، ولكن بيبص ما يجيش رئيس بعده يبقى تعبان ويقعد برضه يبدا من الاول، لا يكمل على الخطه الموجوده. اقول للرئيس سير على بركه الله، تمام، واقول للمنتقدين انتقدوا كما تنتقدون، واحنا مع الدوله المصريه، تمام، واحنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وماشيين معاه، وان شاء الله الصحافه المصريه والاعلام المصري بشكل كبير جدا 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 معاه. فده دي كده رسالتي، ولكن انا بقى عندي رساله خاصه يا استاذ يوسف عشان احب اختم يعني ايه كلمتي معاك بيها. اولا احب اقدم يعني اطلب او ابعت رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، واكيد اذا كان هو مش بيتابعني اكيد يعني في خلال هذا البرنامج المحترم هتلاقي حضرتك المتابعين لي، وهو اجراء حوار مع الرئيس ان شاء الله. هو دي يعني ده امنيه حياتك كلها. والله يعني اجراء حوار مع الرئيس ليه؟ يبقى رد على الاشاعات، رد بقى بشكل حقيقي، تمام، وهيبقى حوار مفتوح ان شاء الله. فهو اكيد ان شاء الله يعني عشان هو داعم الشباب الاول، ويعتبر اول رئيس فعليا عمل مؤتمرات للشباب، مش الشباب المصري بس أكيد. بس الشباب العالمي والشباب الافريقي، فاكيد مش هيستبخل في جريده شبابيه اللي احنا يعمل معانا حوار، وده هيبقى فخر طبعا هيتحط في سفير جريده على مدار ان شاء الله العقود اللي القادمه باذن الله. كمان هيكون دفع علينا ان احنا نكمل. قبل ما اقطع كلامك، معانا داخله مداخله تليفونيه واستاذ محمد عاشور رئيس قسم الرياضه في جريده البلد. اهلا بك يا استاذ عاشور. استاذ محمد صباح النور، عامل ايه؟ الحمد لله منورنا. خط تقريبا قطع. حلقتك جت بقى اقوى واقوى ان شاء الله. طبعا برحب بال الله يبارك فيك مجلس الاداره استاذ هدير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. استاذ علي فوزي، اهلا وسهلا بك يا استاذ عاشور. انا حبيت اعمل مداخله عشان طبعا اشكركم على الفتره اللي فاتت، تعبنا جدا. طبعا ببارك لهدير على الخطوبه، الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك ويقبلك. ربنا يا رب يكملك على خير كده ان شاء الله. ربنا يخليك. وبجد بشكرك على الفتره تعبنا كلنا، علشان خاصة في العدد الأولى الأخير كان عندك شغل كتير وحاجات خاصة، لكن قدرنا الحمد لله نوصل العدد يطلع بالشكل اللي الناس كلها عجبتها إن شاء الله. الحمد لله. ما عنديش أي إضافة، أنا شايف إن أنتوا قلتوا كل الكلام، أهمية الكلمة وأهمية الصحافة في الرد على الإشاعات.
سعيد حتى ان انا لما دخلت في المداخله كان علي كان بيتكلم على رساله لسياده الرئيس، وكلنا ثقه ان الرئيس دايما بيسمع للشباب ودايما بيلبي رغباتنا، وان شاء الله يا علي باذن الله الرئيس يسمع منك ويلبي امين والله رغبتك احنا ان شاء بنتمنى الله. الكلام ده يا استاذ عاشور ان شاء الله يوصل للرئيس عبد الفتاح ان السيسي شاء الله ان باذن شاء الله. الله. انا لو عندي سؤال بس هسال هدير على طموحنا الفتره الجايه ان شاء الله وتوعيد الناس المتابعين بيه. والله بوعدهم يعني ان انا اكمل في المسيره اللي انا بداتها من اول ما حبيت او دخلت المجال، لان انا بالفعل بحب مجال الصحافه، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في حاجات كتير جدا جدا جدا، وطول ما احنا مع بعض والكيان كامل ويعني تيم واحد هنحقق حاجات كتير ان شاء عندنا الله بإذن باذن ربنا الله ان يعني شاء من غير الله. ما قطع. وبعدين اهتمام بقى بقسم الرياضه شويه. بلاش الرياضه. خلينا في حاجه تانية. خلاص ربنا يوفقنا ان شاء الله جميعا. شكرا باذن الله. اشكرك يا استاذ واشكركم عاشور، واشكر يوسف. نورتنا في مخدتك التليفونيه، وبرضو بشكر استاذ محمد عاشور ده هو كان المعد والمساعد كبير جدا في حلقه النهارده انها تطلع بالشكل ده. بشكرك يا استاذ عاشور وان شاء الله تنورنا في حلقه جايه باذن الله. نرجع بقى للاستاذ هدير، كنت نتكلم توجهي كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي. هو دعم لينا. يعني انا الفتره اللي فاتت ما كنتش قادره او ما كنتش شايفه الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي كانت موجوده قبل كده بصراحه. يعني الفتره اللي فاتت برضو انا لما بدات ما كانش بيطلب مني كل الاوراق اللي المفروض انا كنت بجهزها دلوقتي. يعني انا ما كانش حد بيقول لي لا لازم تعملي كذا او لازم تعملي كذا. ايوه انا شفت ايام سوده صراحه من ناحيه تراخيص وجهات امنيه والداخليه وحاجات كتير جدا جدا، فدي حاجه كويسه. ليه؟ عشان برضو ما نشوش على الاعلام ولا الحاجات اللي بتطلع ولا الشائعات اللي بتنزل. ولكن الواحد يعني الحمد لله دلوقتي ماشي سليم، وهو متاكد ان اي حاجه هتتقال في ظهري ما تهمنيش. اكيد بجد والله اي كلمه تتقال عليا انا ما بتهمنيش ما دام انا ماشيه صح وكمان مقدمه ورقي، وخصوصا احنا في كيان وفي دوله وكل حاجه الحمد لله ماشيه سليم. فده يعني دعم والله العظيم من الرئيس، ده يعني اكيد كل حاجه ماشيه بتسلسل وبترتيب، فبالتالي كل حاجه هو عارفها تمام. فدعم دعم كبير جدا جدا جدا، شكرا بجد. اشكر استاذ علي. هل بتلاقوا تسهيل في اي لقاء صحفي بتعملوه في الفتره حاليا؟ هو الحقيقه يعني احنا كنا يعني هو بص طبعا هيبقى مثلا كان في اختلاف عن الاول ودلوقتي. لا بص حضرتك يا استاذ طبعا عشان احنا عارفين يعني احنا في فتره كورونا تمام، وفتره كورونا بيبقى صعب جدا الحوارات الصحفيه المباشره، ولكن حقيقه يعني ما فيش مسؤول دخلنا على بابه تمام ورفض الحوار الصحفي. ممكن ياجله شويه ولكن بيديك ميعاد فتره بعديها عشان هو الظروف بتاعته بتاع المكان بتاعه. فحتى في بعض المصادر كلها شخصيات محترمه جدا وليها مكان كبير جدا جدا في الدوله، فبتدينا الكلام المظبوط تمام قوي. انت ممكن تتصل بمصدر يا استاذ يوسف يطلع مثلا من الجراد الصفر، لا فاحنا لازم بنتحرر. فالحقيقه مصدر واثنين وثلاثه. فحضرتك يا استاذ يوسف لا بكل امانه تمام، لا في المصادر بيدونا المعلومات تمام، بيدونا الكلام المظبوط تمام، ومفيش حد بيتاخر. ولكن حسب ايه زي ما بقول لحضرتك الظروف، وطبعا برضو عشان اسم الجريده عشان جديد فبرضو ايه بياخد وقت تمام، عشان بيسال وبيشوف أكيد. هل انت أكيد. اصلا يعني انا مثلا لما كنت رايحه اعمل الحوار فكلمته في التليفون فراح قال لي طب ممكن تقابليني الاول عشان اعرف بس انت مين. ما الجريده جديده الجريده شبابيه لازم اتاكد منها. وكمان يعني الفتره اللي فاتت زي ما استاذ علي قال فتره كورونا تمام، فمش كل الناس بتقول لك اوكي، فلازم في الاول موافقات وتصريحات عشان هو اصلا المصدر يتكلم معاه. ده يعني دي حته ثقه اصلا من كلامك ومن نفسك ومن شخصيتك ان انت رايح تعمل حوار مع حد هو اصلا بيقول لك لا انا لازم اخد موافقه من الجهه اللي انا تابع ليها. فدي حته بتبقى كويسه يعني كويسه في اي اما كويسه، وبالنسبه لي انا كويسه جدا افرح بيها لما عدد بتاعي ينزل وعليه اسم مصدر او اسم وزاره. يعني حاجه بص فوق الخيال، فاي حد هيقول برده اي حاجه او اي شائعه ما تهمنيش والله، واي كلمه هتتقال ربنا بقى هو هو العالم هو العالم يعني. بشكركم جدا، انتوا نورتوني. ربنا يخليك احنا اكتر والله. ان شاء الله مش هيكون اخر لقاء، ان شاء الله بقى اشوفكم باذن الله مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باذن الله. ربنا يخليك باذن الله. ويعني هنحاول يا استاذ يوسف يعني ايه ان شاء الله الطلب هيوصل له، وبرده الرئيس زي ما بقول لحضرتك مش هيتاخر، هو اكيد ما بيتاخرش، ولو اتاخر بيبقى ظروف غير اراديه منه.
بشكركم جدا، ربنا يخليك، ربنا يخليك. احنا وقبل ختام الحلقه بعلن عن انطلاق مبادره تايبين الكلمات لدعم المواهب، هتلاقوا اللينك على الاكونت بتاعي ظاهر على الشاشه ان شاء الله دلوقتي. البوست بتاع الاشتراك هيكون بالتفاصيل على الحلقه بعد نهايه الحلقه ان شاء الله. الى اللقاء وفي حلقه جديده من برنامج بين الكلمات.